مرحبا بكم مشاهدينا إلى كشك الصحافة، فيها تتابعون. موقع بوست تغيير 3 محافظين لم يكملوا عامهم الأول في السلطة. عدن الغد مدير أمن عدن يقول اعتذرنا لرجال المرور وسنحاكم من اعتدوا عليهم. العربي الجديد صحيفة عربية، الحرب في اليمن تزيد من عدد المرضى النفسيين. القدس، أمريكا تمنع اليمنيين من زيارة أقاربهم الموجودين فيها. ومن شبكة البي بي سي، فرنسا تحاكم امرأة أحبت مهاجرا إيرانيا وساعدته في تجاوز حدود بريطانيا. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد الرب منصور بتغيير محافظي 3 محافظات يمنية، حيث اختلفت تداولات من مواقع إخبارية عن هذه القرارات، ووصف موقع بوست التغييرات بأنها تكتسب أهميتها من طبيعة الظروف التي تمر بها اليمن ومن الأحداث التي عاشتها مؤخرا. فقال الموقع إن المحافظين الثلاثة الذين أقيلوا من محافظة شبوة، حضرموت، سقطرة لم يكملوا مدة عام منذ تعيينهم العام الماضي، وكانوا أكثر شخصيات السلطة المحلية إثارة للجدل، وارتبط المحافظون الثلاثة المقالون من مناصبهم وفقا للموقع بما عرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي شكل في عدن بقيادة المحافظ المقال عيدروس الزبيدي مطلع العام الجاري، ووردت أسماؤهم ضمن تشكيلة المجلس وأعلنوا بشكل صريح ولاءهم له. يتابع الموقع، تأتي صدور هذه القرارات لتحدث خلخلة في تشكيلة المجلس وإبعاد الصفة الرسمية على أبرز قياداته ولتجريدهم من الوظيفة الحكومية، ليصبح عدد ممن أقيلوا من مواقعهم جراء اشتراكهم في إعلان المجلس 5 أعضاء. لقي مقطع الفيديو الذي أظهر لحظات إهانة لرجل مرور في مدينة عدن تفاعلا كبيرا، حيث وعد مدير أمن العاصمة المؤقت الشلال شائع وفق موقع عدن الغد بالتحقيق مع الجنود الذين أهانوا رجال المرور. وفقا للموقع، فقد قال مدير أمن عدن اللواء شلال شائع: الجنود الذين ظهروا في مقطع الفيديو أثناء اعتدائهم على رجال المرور في منطقة جولدمور بعدن محتجزون في سجن الأمن العام في انتظار تحويلهم لمحاكمة عسكرية. ومشيرا أيضا إلى أنه تم تقديم الاعتذار الرسمي لرجال المرور المعتدى عليهم. وأوضح اللواء في تصريح صحفي تلقت عدن الغد نسخة منه أن الحادثة وقعت في ثاني أيام العيد، وكان هناك سوء تفاهم بين رجال الأمن والمرور على خلفية خلاف بين رجال المرور والمواطن، مضيفا: اتخذنا إجراءات رادعة والمحكمة العسكرية تنتظر الجنود الذين نفذوا الاعتداء. تمثل فوضى الكيانات والسلاح الحاصلة اليوم في اليمن أحد أبرز عناصر استدامة الأزمة. هذا أحد الفقرات التي كتب عنها فضل الربيعي في مقاله في موقع عدن تايم، طرح فيه وجهة نظره حول نقاط تأخر الحسم الكامل للحرب. تعد الفوضى المتعمدة مسؤولة بدرجة أولى عن تأخر الحسم وإطالة الحد، بل إنها تقف حجر عثرة في إمكانية التوصل إلى تسويات بين الأطراف، وهذا يعود بدرجة أساسية إلى سيطرة التفكير الفوضوي والنفعي الذي تتخذه تلك القوى كوسيلة لتحقيق مآربها، خصوصا مع انعدام التقديرات السليمة لديها والتي من شأنها أن تحد من الفوضى وتحدد إمكانية الفرص والمخاطر، ومن ثم ترتيب الأولويات والعمل عليها. وبدلا من السعي في ذلك، اتجهت قوى الصراع في التفكير نحو إبقاء الصراع مشدودا إلى أهداف يجنيها أمراء الحرب في اليمن، كما كشفتها تلك الممارسات التي اتخذها هؤلاء خلال السنتين الماضيتين من الحرب بفعل تلك العقليات الموروثة من النظام السابق الذي أنتج الدولة العميقة خلال الثلاثة العقود السابقة. وعليه فإنه من غير الواقعي ولا الممكن أن تحسم الحرب في ظل هذه القيادات التي تدير الأزمة في اليمن،
ما دامت تقيس انتصاراتها بحجم المنافع الشخصية التي يسيطر عليها كل طرف منهم. يمكن القول إن تلك الفوضى التي ظهرت على صعيد الكيانات السياسية والسلاح لم تكن جديدة، فقد اعتادوا عليها في النظام السابق عند تعاملهم مع تفريخ التنظيمات الجهادية والقاعدة فضلاً عن تفريخ الكيانات السياسية، إذ لم تعد مسألة مقاربتها اليوم مهمة فقط من حيث تأثيرها على الصراع في المرحلة الحالية، بل هي قضية في المرحلة المقبلة والتي من شأنها أن تحدد مسار البلاد وحجم المصاعب والمآزق التي تنتظره ما لم يتم تفكيك تلك الحالة وإيجاد الحلول الجذرية لها. واقع الأرض والصور التي تظهر الأطفال المجندين في صفوف ميليشيا الحوثي لم تكن كافية بالنسبة للحوثيين، حيث أعلنوا وفقا لموقع مصدر أونلاين الإنقلابيون يصفون تقريرا للخارجية الأمريكية حول تجنيد الأطفال بالأكاذيب والتدخل السافر. وقالت التفاصيل: هاجم تحالف الإنقلاب أي الحوثيين وصالح الإدارة الأمريكية بعد وضعها اليمن ضمن الحالات المقلقة للإتجار بالبشر للعام الثاني على التوالي. ونقلت وكالة الأنباء والتي يديرها الحوثيون عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التابعة لهم استنكاره ورفضه لأي تدخل في الشؤون الداخلية لليمن من قبل الإدارة الأمريكية أو أي من وكالاتها أو منظماتها. ووصف المصدر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بالأكاذيب، معتبرا ما ورد فيه ملاحظات غير صحيحة ولا مسؤولة وبمثابة تدخل سافر للإدارة الأمريكية في شؤون دول أخرى، وتعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية وفي السيادة الوطنية لتلك الدول على أراضيها. كان تقرير للخارجية الأمريكية قال إن الأطفال المسلحين وبعضهم لا يتجاوز سن العاشرة عملوا في ميليشيات الحوثي والقوات الحكومية، كما أن ثمة عائلات داعمة للانقلاب بمن فيها تلك المقيمة خارج مناطق سيطرتهم قد أرسلت بالفعل أطفالها إلى معقل جماعة الحوثي في صعدة شمال اليمن بغرض التدريب العسكري والخدمة في صفوف الميليشيات الانقلابية. في موقع عدن تايم تم التركيز على تحذيرات المجتمع المدني في الضالع، وعنون الموقع: منظمة الصح تطلق نداء استغاثة لإنقاذ الضالع من الكوليرا. يقول الموقع إن رئيس منظمة صح لحقوق الإنسان محمود الشعيبي وجه نداء استغاثة للمنظمة الطبية والإنسانية المحلية والدولية واصفا الوضع في محافظة الضالع بالكارثة الإنسانية. أشار إلى أن محافظة الضالع تعاني من شحة الإمكانيات وأن وباء الكوليرا منتشر في عموم المحافظة ولا تستطيع المستشفيات استيعاب الحالات المصابة بالوباء. وأشار أيضا إلى أن الوباء وصل إلى أرياف وقرى المحافظة حيث بلغت عدد الحالات وفق إحصائيات مكتب الصحة أكثر من 10,000 حالة، منها 52 حالة وفاة. أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق ناظم الغبرة كتب مقالا عما يسميه باجتثاث الآخر، أكان دولة، جماعة، فئة وعدم جدوى ذلك، وأضاف في المقال المنشور في صحيفة الحياة اللندنية: في الإقليم العربي حالة متقدمة من القساوة، خصوصا عندما يقع الصراع بين العرب، فهم يطلقون النار ويقصفون بالكلمات والمدافع وكأنهم في نهاية التاريخ. يقع ذلك بينما يسبح بهم الخيال في حجم شرور العربي الشبيه. معارك العرب مع العرب هي الأشرس بحكم التداخل والاعتماد المتبادل، وثمن ذلك هو الأكبر على الناس والأفراد. الاختلاف بين العرب يتحول بأسرع ما يكون إلى حالة اجتثاث شاملة، فبسبب العاطفة الجياشة والغشاوة التي تسيطر على العقول وبفضل رد الفعل القطعي تتعمق بينهم الحالة الصفرية الهادفة إلى إلغاء الطرف الآخر. لهذا يصبح إعلان تصفية تيار سياسي، حركة شعبية، دولة، طائفة، معارضة سياسية أو حتى تغيير حدود وقطيعة أمرا طبيعيا في الثقافة السائدة. بفضل روح الاجتثاث يتنشق العرب السموم. في الاجتثاث لا يوجد منتصر، لأن الخسائر أكبر من أن تحصى أو ترى بالعين المجردة. تقول التجارب إن الاجتثاث لا ينجح مع تيارات كبرى ومع دول، بل قد ينجح مع جماعة صغيرة ومجموعات عنيفة لا تملك عمقا شعبيا،
لكنه قلما ينجح مع إيديولوجية تعكس واقعا في المجتمع أو مع مجموعات تطرح فكرا وتجيب على أسئلة تعكس أزمة. إن الاعتقاد بنجاح الاجتثاث مرتبط بقراءة محددة للتاريخ، كنجاح فرانكو في تصفية خصومه في الحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينيات القرن العشرين. لكن من ينظر إلى تلك الحرب ومظالمها وتحول إسبانيا إلى الديمقراطية فيما بعد يتعلم أن معارك الاجتثاث بلا معنى، لأنها تؤدي إلى نشر الكراهية والموت والفشل النهائي. الأمر نفسه قد يقال عن الحربين العالميتين الأولى والثانية، مع قتل عشرات الملايين في نزاعات كان يمكن تفاديها. الحرب العالمية الأولى وقعت بسبب سلسلة أخطاء، يقول لنا المؤرخون إنه كان بالإمكان تفاديها. أما الحرب الثانية فوقعت بسبب عقلية ألمانيا ومشروعها القاري الغريب. لكن ألمانيا كما تقول القصة ما كانت ستكون تلك الدولة التوسعية والهتلرية لو لم يقم الغرب المنتصر بعد الحرب الأولى بمعاقبتها وإذلالها. ما زال خبر إقدام ميليشيا الحوثي على قتل مواطن أمام أطفاله في إب متصدرا لموقع سبتمبر نت، حيث قتلت الميليشيا الإنقلابية مواطنا أمام أطفاله وزوجته في مديرية السبرة بطريقة مروعة. قالت مصادر محلية لسبتمبر نت إن نقطة تفتيش تابعة للميليشيا في مديرية السبرة شرقية إب أطلقت الرصاص الحي على مواطن يدعى الحربي، وهو من أبناء مديرية الشعر، وهو بصحبة زوجته وأطفاله، وأردته قتيلا على إثر اعتراضه على طريقتهم في التعامل معه. يضيف الموقع: الحربي كان يقود سيارته بصحبة زوجته وأطفاله متوجها لمديرية السبرة لزيارة أقاربه، فوقفته عناصر الميليشيا في نقطة بالسبرة وفتشته بطريقة مهينة، وبعد تذمره واعتراضه على الطريقة التي أطلقوا عليه أطلقوا عليه الرصاص الحي وأردوه قتيلا على الفور. زوجة القتيل وأطفاله أصيبوا بحالة إغماء، ولاقت هذه الجريمة البشعة سخطا واستنكارا واسعين في الأوساط الشعبية في مديريتي الشعر والسبرة. وقبل قراءة الصحافة العربية ابقوا معنا وبعد الفاصل نعود. مرحبا مجددا. الحرب وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية أثرت على اليمنيين بشكل كبير، وبدا البعض عاجزا عن تحمل ويلاتها ما أدى إلى إصابته باضطرابات نفسية. هذا ما قالته صحيفة العربي. أضافت: تزداد نسبة المصابين باضطرابات نفسية يوما بعد يوم في ظل استمرار الحرب وغياب أي دور فعال للحكومة أو المنظمة الدولية. المواطن علي الرياشي وهو من حي الصافية في مدينة صنعاء يقول إنه يعرف 4 أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية، علما أنهم لا تتجاوز أعمارهم 35. يوضح أنه ربما تختلف أسباب الصدمات النفسية والعصبية التي تعرض لها هؤلاء، لكن للحرب تأثير واضح. ويحكي الرياشي للعربي الجديد عن أحد أصدقائه وهو متزوج ولديه طفلان بعد اندلاع الحرب، يقول إنه بدا عاجزا عن تأمين احتياجاتهما بسبب تسريحه من عمله في الدولة، حيث عمل على مدى 31 عاما بعقد مؤقت، لافتا إلى أن لديه التزامات اجتماعية كثيرة ولم يستطع تحمل الهموم والتكيف معها مثل آخرين. وحادثة طرده من العمل مع كافة المتعاقدين مؤقتا مع الحكومة تسببت له بصدمة نفسية كبيرة، وبات عاجزا عن السيطرة على سلوكه. تلزم إرشادات وزعتها وزارة الخارجية الأمريكية طالبي التأشيرة من 6 دول بينها اليمن بأن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة مع شخص أمريكي، أو تكون لهم صلات رسمية بكيان أمريكي حتى يتسنى لهم دخول الولايات المتحدة. قالت صحيفة القدس العربي: وزارة الخارجية الأمريكية وزعت إرشادات تحدد معنى العلاقة الأسرية الوثيقة بأنها بأحد الوالدين أو زوج أو طفل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو زوجة ابن شقيق ابن أو شقيق أو أخ غير شقيق. وقالت
قالت البرقية التي أتت من الوزارة إن الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام وغيرها من العلاقات الأسرية الأبعد لا يعتبرونها علاقة وثيقة، وأضافت أن أي علاقة مع كيان أمريكي يجب أن تكون رسمية وموثقة وتشكلت بصورة طبيعية وليس لغرض تفادي الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 مارس ويمنع مواطني الدول 6 من دخول الولايات المتحدة مؤقتا. لا شك في أن الاقتراع أبرم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخب ترامب رئيسا، ولكننا لا نعلم بعد ما هي النتائج المترتبة على الاقتراعين. قال رئيس معهد جاك دولر الفخري في باريس باسكال لامي في مقاله المنشور في صحيفة الحياة وأضاف: قد لا يكون عام 2017 قطيعة على شاكلة 2001، وهو عام الهجمات على مركز التجارة العالمي وعام انتساب الصين إلى منظمة التجارة العالمية معا، أو على شاكلة 2008 عام صدع الاقتصاد العالمي، وينبغي التحفظ بعض الشيء عن رفض العولمة أو لفظها. فبعض أصحاب الأدوار السياسية يتناولون العولمة من وجوه مختلفة، وعلى سبيل المثل يظن فلاديمير بوتين أن العولمة هي نهاية نظام القيم الغربية، وعلى روسيا الاطلاع بحماية هذه القيم وتفادي الانهيار الأخلاقي الذي يترتب على نهاية نظامها. ويظن بنيامين نتنياهو أن عهد الهجرة جاء ومعه حلت نهاية سيطرة العالم الغربي وطويت هذه من غير عدوان. ولدونالد ترامب صيغته الخاصة العظامية التي ترى في أمريكا ضحية هذا النظام الذي تنبغي إدانته، فكل موضع أو موقع من الكوكب الأرضي يفهم العولمة على طريقته، ويولد هذا الافتراق اضطرابات سياسية. ولذا فحري بنا ألا نفرط في تصوير الأمور، فثمة 500 مليون إنسان من 7 بلايين تشكل عليهم العولمة ويعانون منها المرارة أو الأمرين، وثمة على الجهة المقابلة 6.5 بليون. وفي أصقاعنا الغربية قد نجد تعليل الشكوى جزئياً في التحولات الاجتماعية الاقتصادية، فتحرير المبادلات من القيود لا يضمن زيادة فاعلية أو تحسناً في مستوى المعيشة إلا إذا رافقته شروط، وبعض هذه الشروط لم يتوافر بعد، مثل توزيع أرباح المردود على الرابحين والخاسرين توزيعاً عادلاً، ويقتضي هذا تقليص الأخطار الاجتماعية. صحيفة الحياة اللندنية عنونت: كوريا الشمالية تصدر أمراً بإعدام رئيسة كوريا الجنوبية السابقة. قالت بيونغ يانغ أصدرت أمراً بإعدام رئيسة كوريا الجنوبية السابقة باك جون هي ورئيس جهاز استخباراتها لتآمرهما لاغتيال الزعيم كيم جونغ أون، مطالبة سيول بتسليمهما. قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: معلومات أظهرت أن باك دبرت مؤامرة لإعدام القيادة العليا لكوريا الشمالية في عام 2015، وأن بيونغ يانغ تفرض عقوبة الإعدام على الخائنة باك جون هي. ولم تكشف الوكالة مصدر المعلومات، لكن صحيفة يابانية قالت هذا الأسبوع أن باك أقرت في العام 2015 خطة لإطاحة النظام الكوري الشمالي. من جهة أخرى قالت وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية إن التقرير الإخباري عن وجود مخطط لقتل رئيس كوريا الشمالية لا أساس له، من دون أن تورد أي تعليق في شأن مطالب كوريا الشمالية بتسليم باك ومدير استخباراتها الذي لم يعد يشغل منصبه. من بين الأخبار لشبكة البي بي سي المنوعة ما أقدمت عليه مواطنة فرنسية. عنونت البي بي سي عن في فرنسا تحاكم مواطنة أحبت مهاجرا وساعدته في تجاوز حدود بريطانيا. قالت الشبكة بياتريس أوريه تمثل للمحاكمة بتهمة مساعدة لمهاجر إيراني تعرفت عليه في مخيم كاليه للمهاجرين في عبور الحدود إلى بريطانيا، وتواجه أوريه
تهمة تقديم مساعدة بهدف عبور الحدود بطريقة غير شرعية بعد أن اشترت زورقاً لشريكها الذي يدعى مختار، واستطاع مع اثنين آخرين عبور بحر المنش على متن القارب، وحال إدانتها ستقضي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. قالت أوريه للصحفيين خارج مقر المحكمة: أدرك ما فعلته، وأضافت: إنها فعلت ذلك بدافع الحب، وأعربت عن قلقها من عدم رؤية مختار إذا حكم عليها بالسجن بعد أن دأبت على زيارته في منزله الجديد في بريطانيا. قال صحفيون في المحكمة الفرنسية إن المواطنة اعترفت بأنها ستفعل أي شيء من أجل مختار، وكتبت كتابا عن تجربتها، ويقال إن عددا من المنتجين يسعون إلى شراء حقوق الكتاب لتقديمه في فيلم سينمائي. صحيفة الاتحاد قالت بأن عجوزا صينية تسببت في تأخير رحلة جوية عدة ساعات بعد أن ألقت عملات معدنية على أحد المحركات للطائرة في طقوس من أجل السلامة. المرأة البالغة من العمر 80 عام ألقت العملات على المحرك بينما كانت تقف على الدرج في انتظار ركوب طائرة تابعة لشركة طيران جنوب الصين من شنغهاي إلى قوانغتشو. موظفو شركة الطيران الذين تم إخطارهم بتلك الواقعة من جانب شاهد عيان عثروا على 9 عملات معدنية من بينها عملة داخل المحرك. قال مسؤولون بالطاقم الجوي: العملات المعدنية كان من شأنها تعطيل المحرك إذا دخلت إليه. الشركة أجرت فحصا كاملا للطائرة قبل إقلاعها في النهاية متأخرة أكثر من 5 ساعات، بينما قامت شرطة المطار بالتحقيق مع المرأة ولم تجد أنها تعاني من أي مرض عقلي. في مصر خاصة بأيام العيد يزداد الإقبال على صلاة السينما بشكل كبير وجنوني. جولتنا المصورة لهذا اليوم لمجموعة صور تظهر الازدحام الكبير في صلاة السينما والمنشورة في العربي الجديد، نتابع سويا. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون وصلنا إلى الختام. كاريكاتير، مشاهدة ممتعة وفي أمان الله.